كم نعيش في هذه الدنيا؟ كم سنعيش؟ 50 60 70 80؟ أمس واحد مكلمني يقول أمي عمرها 70 كبيرة. يقول كبيرة كل أمراض فيها لأن عمرها 70 80 90. بعد ذلك يصير إنسان عالة على غيره، والموت أحب إليه من الحياة. ورد ومنكم من يرد إلى أرذلي العمر. شايب كبير يلبس حفاظة يعود مرة ثانية، والعجوز تلبس حفاظة مرة تعود طفلا يعود طفلا، هذا إذا بقي معه عقله. فإذا ذهب عقله كم سنعيش في هذه الدنيا؟ وكم سنعيش في البرزخ؟ وكم سنعيش في الآخرة؟ العاقل يقدرها صح، هذا العاقل يقدرها صح. يعني الآن بالنسبة لي أعطيكم مثال، إحنا الآن 1437 صح؟ عثمان بن عفان استشهد سنة 36 من الهجرة، يعني آخر 35 طيب في ذي الحجة. يعني الآن كم صار له في قبره؟ 1400 سنة بحياة البرزخ. الآن إلى متى سيستمر في قبره؟ الله أعلم. بعد 1000 سنة 2000 سنة الله أعلم متى تكون الساعة. هذه الحياة 1400 أو 2000 أو 2000 وشيء، ألا تستحق أن يعمل لها الإنسان حتى يسعد فيها؟ وكم هذه الحياة التي نعيشها؟ 50 60 70 سنة؟ ماذا؟ شيل منها 10 سنوات طفولة، شيل منها 10 سنوات مرض، شيل منها 20 سنة نوم، شيل هالدنيا اللي يترك إنسان كل شيء لأجلها. ثم تعال حياة الآخرة، حياة الأبدية السرمدية الدائمة التي ليس بعدها موت، سواء كان في الجنة أو في النار. صلى الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ألا تستحق أن يعمل لها الإنسان ويجتهد لها بدل هذه الحياة التافهة؟ وإذا سميت الحياة الدنيا من الدناءة والحقارة، هذا إذا عاش الإنسان إلى 60 و70. وكلكم يعلم بلا استثناء، تعلمون أشخاصا ماتوا 17 18 20، أقل أكثر، صح ولا لا؟ ما تستحق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ما تصير علومنا دنيا، لما تكلمه في الدنيا يعرف كل شيء عن الدنيا، لما تكلمه عن الآخرة ما يعرف يقرأ قرآن، ما يعرف يقرأ صفحة كاملة بدون أخطاء، لكن بالكمبيوتر شاطر، بالكرة شاطر، بالشاطر أقصد فاهم، شاطر ترى قاطع طريق في اللغة العربية. طيب فاهم، خلنا نقول فاهم في اللغة، فاهم في يعني مجالات الحياة بشكل عام، هندسة، كيمياء، فيزياء، أي أمر من أمور الدنيا متميز ويعرف وكذا أمور الدنيا ما شاء الله عليه بالعافية، لكن لا يضيع أمور الآخرة. ما يصلح واحد عمره 30 40 سنة يقرأ صفحة من القرآن أخطاء أكثر من الصح، لا يجوز. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه القضية.